قولي يا علا التاني. السؤال التاني يا دكتور، انا ابويا وامي الله يرحمهم ليا اخ ما اتجوزش، هل الاخ دوت هو اللي من حقه يقعد في شقة ابويا وامي لوحده، وانا واخويا التاني الكبير مالناش حق فيها، لان كل الناس اللي حواليا بيقولوا ان انا الطمعانة وانا اللي مش عايزة اديله شقة ابويا وامي ودي حقه وهو الاخير وهو اللي ما اتجوزش. هي ميراث ولا ايجار يا حبيبتي؟ لا هي ايجار. ايجار هي ايجار مش تمليك. ايجار ايوه. انا فعلا ظالمة لاخويا، انا عايزة اعرف بس الموضوع ده علشان انا كل اللي حواليا بيقولوا لي الكلام دوت. ومتشكرة لحضرتك جدا يا دكتور. خلاص التالت علا، قلت لها بقى هوتش بتش كوتو كوتي، خلاص اهو براحتها اهو. الجزء الاولاني يديك الميت ياخد منك قلة ادب وافتراء على الله انك تفسر بقانون، لو اوعى تكون مش عارف ايه بتاع، خدت منه وخدت منه وخد منك، يا لهوي حد منك هيموت. ده امنا الغولة اللي بتفسر الكلام ده، فيش كلام ده ابدا. وعلى فكرة الرؤية بشرى من ربنا، يعني لو شفت ميتك بخير يا اخي. النبي اللي قال الكلام ده مش مبروك عطية، من رأى خيرا فالله يبشره في الأحياء وفي الأموات. إنما الميت معاه ورقة، معاه كيلو فاكهة جايبه لك، لا يمكن هتشوف المنام ده على فكرة إلا إذا كان الأحياء. الدكتور كتب في روشتك ده لا يأكل بعد الفطار إلا ثمرة مانجا. هم بصوا لك كده وقالوا لا يأكل الفطار إلا ثمرة إيه؟ ما إحنا هم شايفين مانجو ميم ألف نون جيم واو، إلا شجرة إيه؟ ها؟ مش عايزين يقولوها عشان غالية وانت عندهم رخيص. فلو واحد او انت قدرت تقول مانجا، مانجي ازيك ياكل مانجي؟ دكتور ده ما بفهمش. بالليل تشوف ابوك جايب لك المانجا في المنام اللي مات من 10 سنين. والرؤيا حديث نفس، مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية، الإيجار أساسا لا ليكي ولا لأخوكي ولا لأي حد بعد أبوك وما مات، لصاحب البيت. عشان الكانون بيحمل غلابة فيبقى أخوك الأولى بالإقامة فيها عشان ملوش مكان. لا أنت تبص لها يا أختي، ولا أخوك التاني اللي له بيته يبص لها، والواد ده رخى لما ربنا يفتح عليه ويشوف له شقة تانية يسيبها لصاحب البيت. وادي إحنا الحمد لله لوحدها بتجينا كل حلقة نقول الكلام ده، ارحموا بعض يرحمكم الله. شقة الإيجار مش توريث يا مسلمين، يلا رايحين تحجوا بعد تاني.